السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توفير المشتقات النفطية بصورة عاجلة ودائمة. اللواء 310 مسنودا بالتحالف العربي، يحقق انتصارات كبيرة في نهب وقرية واحدة تفصله عن أرحب. استشهاد 10 مدنيين في قصف صاروخي شنته الميليشيا الانقلابية على منازلهم في تعز. مرحبا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على ضرورة توافر المشتقات النفطية وبصورة دائمة لارتباطها بمعيشة المواطن على المستوى الخدمي والاحتياج اليومي، فضلا عن حاجة المستشفيات ومراكز الكلى والعناية الطبية لخدمات الكهرباء لارتباطها بإنقاذ حياة المرضى. جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن للوقوف على أزمة المشتقات النفطية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر والجهات ذات الصلة. واستمع رئيس الوزراء من المسؤولين المعنيين وفي شركة المصافي، واستمع إليهم المهام والواجبات والالتزامات التي تقع عليها ويقومون بها من خلال الآليات المتبعة لتوفير وإيجاد المشتقات النفطية واحتياجات مؤسسة الكهرباء. واستعرض الاجتماع التحديات والصعوبات التي تحول دون القيام بمهام ومسؤولياتهم المناطة بكل جهة على أكمل وجه، وقدم جملة من المقترحات والبدائل الكفيلة بإنهاء أزمة المشتقات النفطية بصورة عملية ومدروسة. وحث الاجتماع على ضرورة سداد الاستحقاقات المترتبة على خدمات الكهرباء لدى المؤسسات والمرافق الحكومية، إضافة إلى تحمل المواطن مسؤوليته في سداد قيمة استهلاك فواتيره الشهرية لتأمين استمرار الخدمة والحرص على ديمومتها. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر بالانتصارات التي أحرزها أبطال الجيش الوطني في مواجهة الميليشيا الانقلابية وما يسطرونه من ملاحم تاريخية في مديرية نهب بمحافظة صنعاء. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن إسماعيل زحزوح. وأكد نائب الرئيس تقدير القيادة السياسية لهذه التضحيات والبطولات التي يسطرها الأبطال في الميادين في سبيل استعادة الشرعية ودحر الانقلاب. وثمن الفريق الأحمر الدور الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تقدمه من دعم وإسناد على مختلف الصعد العسكرية والاقتصادية والإغاثية وغيرها، بما يحقق حماية الهوية اليمنية مما يحاك ضدها من مؤامرات فارسية. أحرز أبطال اللواء 310 وبإسناد فاعل من مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، أحرز انتصارات كبيرة وهامة ضد ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية في ميمنة الميمنة بجبهة نهب شرق العاصمة صنعاء. مراسلنا علي المضلعي والتفاصيل. لم يكن بحسبان الانقلابيين أن الدائرة ستدور عليهم وتسقط تبتهم المنيعة رشاح، بعد ظنهم أنها مانعتهم من أبطال اللواء 310 بعد أن وجدوها الملاذ الآمن من قصف طيران التحالف العربي والحصن المنيع من نيران الجيش اليمني والموقع الاستراتيجي الذي يسيطر ناريا على معظم تباب الجيش ويعيق تقدمهم. لكن أتاهم الأبطال من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب بعد أن أحكمت العملية العسكرية بتخطيط رفيع المستوى
وأحكم الخناق على تبة التوجيه المحادية لرشاح من جهة الشمال، ثم بعملية التفاف على التبة وهجوم مباغت تم إسقاطها مع شروق شمس أمس الاثنين، وتكبيد الميليشيا خسائرا في الأرواح والعتاد. نحمد الله تعالى على النصر المؤزر والملاحم البطولية التي تخللت بالنجاح خلال المهام اليوم اللي قام بها اللواء 310 مدرع أبطال اللواء اللي سطروا أروع الملاحم البطولية في عدة مواقع على سلسلة جبال بادين وكذلك جبال الرشح، والآن مواصلين المسيرة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النصر المؤزر، ونبارك للقيادة السياسية بهذه الانتصارات، وإن شاء الله مواصلين حتى إكمال المرحلة الأخرى من المهمة القتالية وقادمون يا صنعاء. وبعد إسقاط رشاح تهاوت الميليشيا من سلسلة جبل بادين الذي يضمن الأمان لميمنة الميمنة بجبهة نهم، وما هي إلا لحظات وسيطر أبطال اللواء 310 المسنود بطيران التحالف العربي على تبة الجروف والتي منها أمسى جبل حلبان قاب قوسين للسيطرة عليه، ويضل جبل حلبان على منطقة هران الذي بها مثلث الجوف ونهم وأرحب خط الإمداد للإنقلابيين. إنه في هذا اليوم الموافق 16/1/2017 تم بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير جبال بادن جميعها، ثم تحرير جبال ظافر والجروف ورشح، وتم ملاحقة العدو حتى جبال النخش وجبال حلبان، وتم تحرير هذه المناطق جميعا بما يقارب 7 كيلومتر، وتم قتل وأسرى كثير من جنود العدو، وتم اغتنامهم كل أنواع الأسلحة حتى صواريخ الكورنيت التي هي صناعة أمريكية بدعم إيراني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جنود اللواء 310 الأبطال الأشاوس. إذن هو يوم عظيم لأبطال الجيش اليمني اللواء 310 مدرع، حققوا فيه النصر وغنموا فيه الكثير من العتاد، وهتفوا من على مشارف العاصمة المسلوبة: صنعاء يا قلعة الأحرار من قدم، يا موطن العز إن الله ناصرك، فلتصفعي كل وجه باطل قدر، ونحن جند الفداء حتما سنفديك. علي المضلعي لقناة سهيل الفضائية، جبهة نهم. وتمكنت وحدات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد مقاتلة التحالف من تحقيق انتصارات جديدة في ميمنة جبهة نهم، حيث سيطرت على جبل دوا الاستراتيجي. مراسلنا محمد القليصي كان هناك ووافانا بهذا التقرير. مشاهدين الكرام، نحن الآن في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في هذه الجبهة التي دارت فيها معارك شرسة بين مقاتلي الجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي والمخلوع خلال اليومين الماضيين. تمكن الجيش الوطني من التقدم والسيطرة على العديد من المواقع والتباء، وما زالت المعركة مستمرة. معنا هنا العقيد محمد النورهبي قائد الكتيبة الأولى في اللواء 310 الذي كان له الدور الأبرز في هذه المعركة، سيحدثنا عن سير هذه المعركة وما هي مآلاتها في هذه اللحظة. بحمد الله وفضله ومنه من علينا بالنصر العظيم الذي من خلاله تم تحرير عدة جبال هامة واستراتيجية حاكمة في مديرية نهم، منها جبل بادين وجبل النخش وجبل حلبان وكثير من التباء، مثل تبة رشحة وتبة السفينة وتبة أخيرا اليوم هذا في هذه الساعات وفي هذه اللحظات تبت دوة والمطلة على سد ضبوعة. وبهذا يحدث أهمية كبيرة بارتباط الجبهة بجبهة الغيل الجوف والانتقال من مديرية نهم إلى مديرية أرحب في الساعات القادمة بإذن الله. طيب، سمعنا عن سيطرة الجيش على العديد من مخازن السلاح من ضمنها صواريخ وذخائر، لا تحدثنا عن هذه المخازن وكيف تم السيطرة عليه؟ بعد فرار العدو وسقوط الكثير من العشرات بل المئات من القتلى ودحرهم وفرارهم،
تم الاستيلاء على مخازن منها صواريخ مخازن صواريخ حرارية وصواريخ موجهة إيرانية ومخازن للذخائر وأربعة أطقم وعيار 23 ثلاث قناصات 23 وكثير لا أستطيع حصرها في هذه اللحظة. طيب هذه المعركة الآن ماذا تعني؟ نسمع أن جبهة المصلوب والغيل في هذه المنطقة التي بعد هذه التباب التي تم السيطرة عليها، يعني هل يعني أن الجبهة التحمت بجبهة الجوف؟ قريبا إن شاء الله، قريبا في الأيام القادمة، بل في ستلتحم الجبهة بجبهة الجوف عبر الغيل مع هران سنوان، ومن ثم أيضا الالتحام بنقيل بن غيلان والتوجه نحو العاصمة صنعاء. أين تقع مديرية أرحب؟ يعني هي هنا تقريبا في هذا الاتجاه، لتوضح لنا أين تقع تحديدا؟ تقع بالبعد 6 كيلومترات من هذه التبة التي أمامنا. هل تعني هذه التبة نهاية السلسلة الجبلية في نهم اللي تبدأ بعدها جبال أرحب؟ نهاية بعدها قرية واحدة اللي هي قرية قطبين، ثم الدخول في مديرية أرحب. إذن كما لاحظنا مشاهدينا الكرام، المعركة مستمرة والانتصارات أيضا مستمرة. تمكن الجيش من السيطرة على هذه الجبال وهذه السلسلة الجبلية الممتدة، وفي آخر الجبال من اتجاه مديرية أرحب ستستمر هذه المعركة، وربما نعرف أو نسمع ونتابع خلال الأيام القادمة انتصارات جديدة. محمد القليصي لقناة سهيل الفضائية من ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء. أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء عبد الله الشندقي أن الجيش استعاد كمية من الأسلحة والعتاد كانت بحوزة الميليشيا المتمردة في جبهة نهم بعد فرارها وهزائمها المتتالية جراء تقدم الجيش الوطني ودحرها لها. تم بحمد الله السيطرة على جبل خلال 24 ساعة الماضية إلى هذه اللحظة، على جبل حلبان وجبل رشح والجروف والتوجيه ومجموعة من الجبال، كان آخرها اليوم جبل دوة الذي تم السيطرة عليه من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسم طيران التحالف العربي. بهذه السيطرة تعد جبهة الميمنة قد حسمت. طبعا خلال هذه السيطرة تمت سيطرة الجيش على مجموعة صواريخ زلزال وقاعدتها، ومجموعة صواريخ كاتوشا وقاعدتها، وثلاثة مخازن ذخيرة، وأربعة أطقم كان على متنها رشاشات ثقيلة 23، ومجموعة من الرشاشات عير 12، وأيضا مجموعة من المعدلات وعشر قاذفات RPG، ومخازن تغذية ومخازن أدوية. كل هذه الأسلحة وهذا الكم الهائل من العتاد يعني السيطرة عليها، أن الجيش استطاع أن يعني يتقدم في معاركه ويسيطر على العمق. هذه الأسلحة لا يمكن أن يخبئها أو تخبئها الميليشيات إلا في أماكن لا تتوقع الوصول إليها، وبالتالي يعد وصول الجيش إلى هذه المواقع والسيطرة عليها انتصار كبير وخطوة أيضا جديدة للجيش الوطني في تحقيق انتصاراته على أماكن هامة واستراتيجية في عمق العدو أو أماكن التي كان يسيطر عليها. من الساحل الغربي إلى صعدة إلى الجوف إلى نهب، تحقق قوات الشرعية انتصارات واسعة على الميليشيا الانقلابية وتضيق الخناق عليها تمهيدا للحظة الانتصار الشامل. نتابع التفاصيل. فيما تحرز قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من قوات التحالف العربي تقدما واسعا في جبهة نهم، محررة العديد من التباب الاستراتيجية ومستعيدة كمية من الأسلحة المنهوبة، تتوغل قوات الشرعية نحو النقطة الحاسمة في عمق المعقل الرئيس للميليشيا الحوثية وفقا لخطة عسكرية مدروسة بحسب قيادات ميدانية في المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وفيما تشير بوصلة معركة تحرير صعدة إلى تقدم قوات الشرعية نحو مركز مديرية باقم الذي يفصلها عنها قرابة 7 كيلومترات فقط، يكون المعقل الأول للحوثيين في كهوف مران وضحيان على مرمى رصاصة من قوات الشرعية. تأتي هذه التطورات العسكرية في مسار معركة تحرير صعدة في ظل انهيارات واسعة في صفوف الانقلابيين وسقوط معاقل هامة للميليشيا الحوثية في محافظتي الصعدة والجوف،
ومن أبرز هذه المعاقل الحوثية منطقة الغيل في محافظة الجوف، والتي تعد آخر معقل للحوثيين وخزانا بشريا ظل يمدهم بالمقاتلين، وينتمي إليها الكثير من قيادات الميليشيا، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحريرها مؤخرا. وبسقوط الغيل يفقد الانقلابيون الحوثيون موقعا مصيريا وبؤرة إمداد رفضت الميليشيا الحوثية منذ بداية تمردها على الدولة بعشرات المقاتلين، كما مثلت معسكر تدريب وتعبئة فكرية وحاضنة اجتماعية للمشروع الحوثي. أما في صعدة فيمثل تحرير قوات الشرعية لمناطق كتاف والبقع ومندبة ضربات قاصمة للحوثيين في عمق المعقل المركزي لتنظيمهم الإرهابي المتمرد، وهي ضربات ستمهد الطريق أمام قوات الشرعية وصولا إلى رأس الأفعى في الكهوف الدافئة. وللوقوف على آخر الانتصارات التي حققها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبمساندة طائرات التحالف العربي، معنا عبر الهاتف مراسلنا من صنعاء شرق صنعاء محمد القليسي. مرحبا بك محمد، ما هي آخر المستجدات في جبهة نهم، وما هي آخر الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في هذه الجبهة الهامة التي تقبع على شرق صنعاء؟ طبعا دارت معارك شرسة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وبطيران التحالف العربي وبين الميليشيات الحوثية في ميمنة جبهتين خلال اليومين الماضيين، وما زالت هذه المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة، وتشهد تقدما باستمرار. بدأت هذه المعارك بتحرير عدد من السباب والمواقع الهامة، كان من أهمها جبل الرشح الذي يقع على خط الإمداد الذي كان يمد منطقة الميمنة التي كانت تتمركز فيها الميليشيات. أيضا تم تحرير ثبت التوجيه وثبت الجروف، واليوم وعدد من السباب طبعا اليوم تم تحرير جبل دوة، هذا الجبل الذي يعتبر آخر الجبال التي تقع في ميمنة جبهة نهم، ما بعده هو أقل وعورة منه، ثم تتجه الجبهة باتجاه القلب وباتجاه أيضا مديرية أرحب. هذه السلسلة الجبلية الطويلة والوعرة التي تم تحريرها خلال اليومين الماضيين والتي ما زالت المعارك مستمرة فيها، الحقيقة شكلت مفاجأة كبيرة للميليشيات، خاصة أنها لم تكن تتوقع أن يصل التقدم فيها إلى هذا المستوى نظرا لوعورتها وأيضا للاستعداد الذي كانت الميليشيات تقوم به في مثل هذه المناطق التي تتمركز فيها منذ العام الماضي، ما يعني زراعة حقول من الألغام وكذلك التخندق في مناطق وعرة والاستعداد لأن يكون هناك مواجهة على الأقل تقدر أن تستمر لفترة طويلة، إلا أن هذا التقدم كان بشكل كبير. التقينا بالعديد من المقاتلين هناك في الجبهة وسألناهم، قالوا كانوا يتوقعون هذه يعني انتصارات لكن لم يكونوا يتوقعوا أن تكون هذه الانتصارات بهذا الشكل، خصوصا مع وعورة المنطقة وامتداد المساحة الجغرافية التي تم تحريرها خلال فترة وجيزة قياسا بالامتداد الذي استطاعوا تحريره. إذا ضعنا على تفاصيل سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أسلحة نوعية متطورة وصواريخ موجهة حرارية تم السيطرة عليها من مخازن الميليشيا. طبعا كما سمعنا قبل قليل من الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء وأيضا كما شاهدنا وتابعنا في الجبهة، هذه الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها هي أسلحة نوعية، كانت صواريخ موجهة مع منصات إطلاق صواريخ، هناك أيضا أطقم علامة انهيار الشاشات وعربة PMP، عدد من قاذفات RPG، رشاشات 12-7، مخازن أدوية ومخازن تغذية، ملابس أيضا، شيول لشق الطرقات، كمية كبيرة من الذخائر، هذه كلها كانت في مخازن هناك موجودة. طبعا قبل 4 أشهر أو 5 قصف طيران التحالف هذه المخازن وظلت تفجر أكثر من نصف ساعة، وأنا شخصيا رأيت ذلك المشهد عند تغطيتي للمعارك هناك، وكنت أتوقع أنه لم يعد هناك من أسلحة، لكن هذه الكمية التي تم السيطرة عليها واستعادتها إلى مخازن الجيش الوطني تدل على أن الميليشيات لم تكن تتوقع بأي حال من الأحوال أن تصل هذه المعركة إلى هذا العنف، لأنه من غير المعقول أن تضع هذه الكمية من الأسلحة ومن الأسلحة النوعية أيضا
في منطقة تماس أو تشك على الأقل أنها ستكون منطقة تماس في مترا وجيزة. وهذا إذن أمام هذه الانتصارات أمام هذه الانتصارات النوعية وأيضا استعادة السلاح المنهوب الذي نهبته الميليشيا منذ اجتياحها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، ما هي الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه المواقع التي تم تحريرها اليوم؟ ما تم تحريره اليوم وأيضا أمس، يعني المعركة الأخيرة كانت لها أهمية امتداد منذ أمس. نعم طبعا، هذه المنطقة كانت تمثل ميمنة جبهة نهم، كما تابعنا في المعارك وخلال الفترة الماضية كانت الميسرة متقدمة بشكل كبير جدا، ما أحدث عدم توازن ما بين الميمنة والميسرة في سير المعركة، وأدى إلى توزيع أعداد كبيرة من مقاتلي الجيش في هذه المناطق التي تم السيطرة عليها. تكمن الأهمية في تحرير هذه المناطق أولا أنها كانت خطوط إمداد للميليشيات لتغذية مقاتليها بالسلاح والعتاد الذين كانوا في الميمنة. أيضا قطعت كل المحاولات التي كانت تحدث التسلل إلى مواقع الجيش الوطني المقاومة الشعبية في أيضا هذه المنطقة، منطقة الميمنة، والمحاولات التي كانت تقوم بها للالتفاف. كذلك ربما في خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة على أكبر تقدير ستلتحم جبهة الميمنة بجبهة القلب التي هي منطقة بران والخط الرئيسي الواصل ما بين صنعاء ومأرب. نعم. أيضا اقتراب هذه الجبهة من منطقة أرحب، لأن جبل دوة هو يطل على منطقة بني حكم من منطقة أرحب، وهو أيضا حلقة وصل يمكن من خلاله الالتحام بالميمنة. هذه المواقع التي كان تشتت فيها كثير من مقاتلي الجيش الوطني. شكرا. نعم. بتحرير هذه المناطق أن يوفروا أعداد كبيرة لتكون رافدا للجبهات القادمة التي ربما. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك مراسلنا الزميل محمد القليسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مجددا تجددت أيضا الاشتباكات والمواجهات بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع من جهة أخرى في مريس بمحافظة الضالع، حيث صد رجال الجيش والمقاومة لمحاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه وادي الصلول، وقاموا بدحرهم إلى وادي رمى، حيث تدور في الأثناء اشتباكات عنيفة ودكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة مواقع وتجمعات الانقلابيين في القصبة. استشهد عشرة مدنيون وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية في محافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن الميليشيا المتمركزة في شمال شرق معسكر أبو موسى بالخوخة أطلقت صاروخا باليستيا على قرية المويجر بمديرية مقبنة غرب تعز، وأسفر عن سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 3 منازل، فيما لا يزال العديد من المدنيين تحت الأنقاض. هذا ونشر مدنيون فيديو التقط عبر الهاتف يظهر لحظة وصول الصاروخ الذي أطلقته الميليشيا الانقلابية على المنطقة. والله هبت مرة، والله هبت. طفي طفي طفي. سمع سمع. أوه. هي ايش راح تعمل؟ اينا هي تمت سهل والله. ثمن اللواء ركن خالد فاضل قائد محور تعز الدور الذي تلعبه الأحزاب والمكونات السياسية في الحفاظ على وحدة الصف وإيجاد حاضنة مجتمعية ومدنية شاملة للجيش والمقاومة، وأكد اللواء فاضل أن مسألة الأمن مرهونة بتوحيد الجهود والتفاف الجميع خلف الجهاز الأمني ومؤازرته ورفض أعمال الشغب وضبط مثيريها والخارجين عن النظام والقانون. كما أكد فاضل في الاجتماع الذي حضره قادة فروع أحزاب اللقاء المشترك في تعز على وضع حد للمظاهر السلبية التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن واستعادة مؤسسات الدولة.
قتل 6 من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في عمليتين منفصلتين للمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء في مديريتي القريشية وذي ناعم بمحافظة البيضاء. نصبت المقاومة الشعبية كمينا على الميليشيا الانقلابية بين منطقتي موكا والزوب بقيفة في مديرية القريشية، أسفر عن مقتل 4 من أفراد الميليشيا والاستيلاء على ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر وإحراق العربة العسكرية. وفي سياق متصل، لقي 2 من عناصر الميليشيا، ميليشيا الحوثي والمخلوع، مصرعهم في كمين مماثل للمقاومة الشعبية استهدف دراجة نارية كانوا على متنها في مديرية ذي ناعم. قالت مصادر محلية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة إن مقاتلات التحالف العربي قصفت مساء أمس الاثنين تجمعا لميليشيا الحوثي والمخلوع في مفرق الجروبة بمنطقة الحسينية جنوب مدينة بيت الفقيه، وأن القصف باغتهم أثناء تجمعهم لتناول القات، حيث لقي ما يقارب 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي والمخلوع والمتحوثين مصرعهم. وأوضحت المصادر أن معظم القتلى من متحوث مديرية الدريهمي والمنصورية وواحد من الحسينية. ناشد قرابة 200 مختطف في سجن القلعة بمدينة الحديدة المنظمات الإنسانية والحقوقية والحكومة الشرعية التحرك لإنقاذهم من بطش وتنكيل ميليشيا الحوثي والمخلوع بهم، وأشاروا في رسالة لهم أنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والحرمان من العلاج، بما في ذلك مرضى القلب والسكر والمصابين بفشل كلوي، إضافة إلى تعرض المختطفين للضرب والصعق بالكهرباء والتقييد الجماعي وإجبارهم على الدخول إلى الحمامات بشكل جماعي. وعلمت سهيل من مصادر خاصة أن المسؤولين عن عملية تعذيب المختطفين في سجن القلعة بالحديدة هم عبد الله بن عبد الله نهشل من محافظة المحويت، وأبو صخر ناصر محمد أحمد العقيلي من المحويت، وأبو غازي محمد يحيى القزعي من المحويت. أقر اجتماع برئاسة هيئة الأركان العامة اللواء الركن برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي آلية الانتشار الأمني في المدن المحررة. نتابع التفاصيل. عقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي ومعه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الدكتور أحمد الموساي اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الداخلية ومدراء عموم إدارات الأمن في كل من محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء ومحافظات الحديدة. وفي الاجتماع ناقش خلالها رئيس هيئة الأركان العامة واللواء الدكتور أحمد الموساي العديد من القضايا الأمنية الجوهرية في تلك المحافظات والعمل بروح الفريق الواحد في القضاء على كل الإشكاليات الأمنية لما من شأنه الحفاظ على عملية الأمن والاستقرار والسكينة العامة. من جانبه أبدى رئيس هيئة الأركان العامة بالتعاون مع قيادة وزارة الداخلية استعداده الكامل بتدليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداء الأجهزة الأمنية والعمل على تحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في بناء مؤسسة أمنية وعسكرية بعيدة عن المناطقية والحزبية التي زرعتها ميليشيات الحوث الانقلابية والمخلوع صالح، وتجهيز القوة الأمنية التي ستتولى أمن وحماية المنشآت والمرافق الحكومية في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية. كما نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة تحايا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب الذي يولي الأجهزة الأمنية جل الرعاية والاهتمام في كافة المناطق والمحافظات المحررة. وخلال الاجتماع استمع رئيس هيئة الأركان العامة ووكيل وزارة الداخلية للأطروحات التي أبداها مدراء عموم الأمن في تلك المحافظات فيما يتعلق بسير العملية الأمنية. وشدد رئيس هيئة الأركان العامة في ختام الاجتماع على بذل المزيد من الجهود الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد لما له من أهمية إيجابية في بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وفق القواعد والشروط القانونية المطلوبة. كما عقد اجتماعا موسعا بقيادة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الدكتور أحمد الموسائي مع قيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم أمن محافظات الجوف ومأرب والبيضاء ومحافظات صنعاء والحديدة.
وفي الاجتماع الذي نقل فيه وكيل وزارة الداخلية تحايا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب الذي يتابع سير العملية الأمنية في كل المناطق والمحافظات المحررة عن قرب، مثمنا دور الأجهزة الأمنية وما تقوم به من مهام عظيمة في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة. واستمع وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى الملاحظات والمتطلبات التي أبداها مدراء عموم الأمن وما يتطلبه العمل الأمني من إمكانيات، مطالبا من الجميع بوضع خطط استراتيجية عن الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجون إليها والرفع بها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أهمية دور قيادة وزارة الداخلية في تلمس احتياجات منتسبيها والعمل على تحقيقها. وفي ختام الاجتماع شدد وكيل وزارة الداخلية على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار. وأشاد وكيل وزارة الداخلية خلال الاجتماع بما تشهده محافظة مأرب من استتباب واستقرار في العملية الأمنية التي تنفذها مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظة. اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء مسؤولا أمنيا في الشارع العام بمدينة عتق مركز محافظة شبوة قبل أن يلوذوا بالفرار. وقالت مصادر ميدانية إن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة نوع هايلوكس أطلقوا النار على العقيد محمد بن لقشم نائب مدير الأحوال المدنية بالمحافظة وهو في طريقه إلى مقر البحث الجنائي وسط مدينة عتق. احتشد مسلحون قبليون صباح اليوم أمام بوابة السجن المركزي بمحافظة حجة ونشروا طوقا بشريا لحصاره من كل الاتجاهات بعد تسرب بعض الأخبار عن نية ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية تهريب أحد السجناء المتهمين بقضية قتل. وحذر المسلحون الميليشيا الانقلابية من عواقب هذه التصرفات والتي تزيد من تفاقم الوضع ويؤدي إلى انتشار ظاهرة الثأر، مطالبين بإحالة القضية إلى القضاء واستكمال كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم. قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بمحافظة عمران بطرد معلم مدرسة أركان الثانوية بمنطقة ذجعمان مديرية المدان واستبدلتهم بمعلمين لا يمتلكون مؤهلات جامعية. يأتي هذا بعد إغلاق المدرسة من قبل الميليشيا قبل أسبوع وطرد المعلمين منها على خلفية رفضهم تنفيذ أنشطة عنصرية تهدف لحوثنة التعليم وزرع الطائفية والكراهية في أوساط العملية التعليمية. من جهتهم أعرب المعلمون عن رفضهم المطلق لهذه الممارسات التعسفية التي لاقت استياء واسعا ورفضا من قبل أهالي المنطقة. توفي الشاب المختطف خالد محمد حيدر تحت التعذيب القاسي والوحشي في أحد سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء. وكشفت مصادر مقربة من قيادة الميليشيا في محافظة ذمهر أن المواطن الشاب خالد محمد حيدر 27 عاما من أبناء مديرية عتمة مخلاف سماه توفي أمس في أحد سجون الميليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء متأثرا بجلسات تعذيب وحشية وقاسية بالكهرباء تعرض لها على مدى أيام متواصلة منذ اختطافه وستة من رفاقه حتى تدهورت صحته وفارق الحياة. وأوضحت المصادر أن مصير رفاق المواطن حيدر الذين اختطفتهم الميليشيا الحوثية قبل أكثر من أسبوع بتهم كيدية ونقلتهم إلى أحد سجونها في العاصمة صنعاء لا يزال مجهولا حتى اللحظة. كشف تقرير صادر عن وحدة الرصد بالمركز الإعلامي لمقاومة إب عن جملة من الجرائم والانتهاكات التي مارستها ميليشيا الانقلاب بحق أبناء المحافظة خلال العام الماضي. إلى التفاصيل. وثق المركز الإعلامي لمقاومة إب 1990 انتهاكا ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد أبناء المحافظة خلال العام المنصرم 2016 الذي وصفه التقرير بعام النكبة، وتوزعت الانتهاكات على نحو التالي: 1200 حالة اختطاف، 107 حالات قتل، وتوزعت 90 حالة قتل مباشر برصاص ميليشيا الحوثي أو عن طريق الفوضى الأمنية التي تديرها الميليشيا، 6 جرائم اغتيال سياسي، 7 جرائم إعدام وتصفية،
4 جرائم قتل تحت التعذيب، 119 حالة شروعا بالقتل، اقتحام 145 منزلا، اقتحام 13 مؤسسة حكومية، اقتحام 6 محلات تجارية، اقتحام 11 قرية، اقتحام 4 مساجد، 100 حالة وحالة واحدة نهب منازل في عموم مديريات المحافظة وقدرت خسائرها بمئات الملايين، 29 حالة نهب سيارات، 4 حالات نهب محلات تجارية، 5 حالات نهب مؤسسات حكومية، 9 حالات سطو مسلح على أراضي مواطنين قدرت بمئات الملايين، تفجير 13 منزلا، إحراق 6 منازل، تفخيخ منزل، تفجير مسجد، 85 حالة ابتزاز مواطنين، 84 حالة اعتداء بالضرب على مواطنين، 27 حالة قصف عشوائي على قرى في بعدان وحزم العدين تضرر منها عدد من المنازل وقتل وأصيب جراءها مدنيون، 11 حالة تعذيب مساجين، تحويل 4 مساجد ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم إلى سجون خاصة، 5 حالات إغلاق محلات تجارية وشركات صرافة. زار وزير النفط والمعادن المهندس سيف بن عبود الشريف شركة صافر النفطية، واجتمع بقيادات الشركة معلنا عن احتياطيات جديدة من النفط تفوق ما تم استخراجه خلال 30 عاما الماضية، داعيا الشركات النفطية للاستثمار في القطاعات النفطية. زار المهندس سيف بن عبود الشريف وزير النفط والمعادن شركة صافر النفطية، وعقد اجتماعا لقيادات شركة صافر ومصافي مأرب ودائرة صافر للغاز بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ووكيل وزارة النفط المهندس شوقي المخلافي. ناقش خلاله خطة الشركة لإعادة الإنتاج والتصدير للغاز والنفط المسال، حيث كشف وزير النفط والمعادن عن احتياطيات جديدة معتبرة من النفط غير التقليدي للشركة تفوق ما تم إنتاجه خلال 30 السنة الماضية، ووجه الدعوة للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الحيوي الهام. وقال الوزير إن هذه الاحتياطيات ستكون عاملا محفزا لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في اليمن. بودي أن أتكلم اليوم أو أعلن اليوم عن معلومة ربما لم نتكلم عنها سابقا قط، وربما أجد اليوم مناسب أن أتكلم عنها ويسمعها الكل. قطاع 18 لا يزال يحوي احتياطيات معتبرة كبيرة تفوق ما أنتج على مدى 30 سنة الماضية، نعم، من النفط الغير تقليدي unconventional and tight oil and gas. هذه الاحتياطيات لم نعلن عنها من قبل ولا نتكلم عنها. كما أشاد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بشركة صافر، وقال إنها كانت وما تزال بمثابة الأم للقطاع النفطي في اليمن، وظلت شامخة تبذل العطاء لكل أبنائه، وأن الشركة تعرضت للكثير من الهزات في ظل ظروف الحرب القائمة التي فرضتها الميليشيا الإنقلابية، لكنها صمدت وتجاوزت كل الظروف الصعبة التي مرت بها. صافر لها مكانة خاصة، صافر لها مكانة وطنية في قلوب كل أبناء الوطن، صافر من يثبت عند الأزمات، صافر من يمد يد العون إلى الوطن بأكمله عند الأزمات وعند الشدائد وعند المصائب. ولعل ما مر بالوطن في هذين العامين الماضيين أكبر دليل على أن هذه الشركة ظلت صامدة شامخة شموخ الجبال الرواسي في العطاء لليمن، كل اليمن من أقصاه إلى أقصاه دون تمييز، بغض النظر عن الحرب وعن الخلافات السياسية والعسكرية السائدة على ظهر الوطن اليمني. وفي الاجتماع نقش وضع مصافي مأرب وخطة الوزارة لتطوير قدرة المصافي وزيادة إنتاجها إلى 25 ألف برميل يوميا، وكذلك الخطط المعدة من الشركة اليمنية للغاز لاستمرار تزويد المواطنين بالغاز المنزلي وبما يضمن وصولها إلى كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المتلاعبين ببيع الكميات في السوق السوداء. دشن الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الرابعة من المساعدات الإنسانية والتي تحتوي على 10,000 سلة غذائية للمتضررين من أبناء محافظة مأرب. التفاصيل في التقرير التالي.
وقوفا مع أبناء الشعب اليمني في أزمته الراهنة، وانطلاقا من المعاني الأخوية والإنسانية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، دشن الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة مأرب المرحلة الرابعة من المساعدات الإنسانية. الحملة تحتوي على 10,000 سلة غذائية وزعت على المتضررين والمحتاجين من أبناء المحافظة. حملة اليوم أو إغاثة اليوم هي تحتوي على 10,000 سلة غذائية محددة لشريحة معينة في المحافظة، وتم الاجتماع مع الجهة المعنية في لجنة الإغاثة واطلعوا على قاعدة البيانات الموجودة وتم تصحيحها وتنقيحها بحضور مدراء المديريات والشؤون الاجتماعية والجمعيات المعنية. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على اهتمامها وعلى تقديمها العون الإنساني لبلدهم الثاني اليمن. مشروع تدشين المساعدات الإنسانية من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي ضمن مشاريع إنسانية تقوم بها دولة الإمارات، فالقائمون على الهلال الأحمر الإماراتي سبق وأن دشنوا مثل هذه الأعمال في عدة محافظات. هذه المعونة هي كما أسلفنا سلسلة من المعونات التي ستتابع إن شاء الله في هذه المحافظة وفي كافة محافظات الجمهورية اليمنية، ونتمنى أن يستقر الوضع وتتحسن الأحوال أكثر مما هي عليه. وما هذه المعونات إلا امتداد للتعاون والأخوة التي أرساها المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان، وتحرص قيادة الإمارات حكومة وشعبا على تمتينها والاستمرار. لم يقتصر دور الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة مع إخوانهم من أبناء الشعب اليمني على المساعدات الإنسانية، فقد قدمت دماء زكية وطاهرة من أبناء الإمارات العربية المتحدة في مواجهة انقلاب يستهدف اليمن ومحيطه الإقليمي. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور منصور بجاش اليوم مع سفير جمهورية إيرلندا لدى بلادنا توني كوتر العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيدا بالدعم الإنساني الذي تقدمه إيرلندا لبلدنا وموقفها إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته. من جانبه أكد السفير الإيرلندي استعداد بلاده تقديم ما يمكن تقديمه للتخفيف من معاناة المدنيين، متمنيا التوصل إلى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن حتى ينعم أبناء الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. إلى ذلك التقى سعادة السفير الدكتور عادل محمد بحميد صباح اليوم بالسيد محمد يزيد الرئيس التنفيذي العام لهيئة الخدمات التعليمية الماليزية الدولية، وتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين بماليزيا لدى استخراجهم لتأشيرات الإقامة لأبنائهم البالغين فوق 7 سنوات. وعبر السفير بحميد عن شكره عن شكر الحكومة اليمنية لكافة الخدمات التي تقدمها السلطات الماليزية لطلبة اليمنيين، داعيا إلى المزيد من التسهيلات للدارسين لا سيما فيما يتعلق بإجراءات استخراج التأشيرات للطلاب وعائلاتهم، مبديا استعداد السفارة وملحقيتها الثقافية للتعاون التام لتلبية كافة المتطلبات القانونية والإجرائية للسلطات الماليزية. ووعد المسؤول الماليزي بالسعي الحثيث للتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلبة من أجل الحصول على خدمات تعليمية متميزة في ماليزيا. قال السفير أوسان عبد الله العود وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية رئيس اللجنة الفنية إن مراكز إصدار الجوازات في كوالالمبور والقاهرة ستعمل خلال الأيام القادمة. وأشاد العود بجهود الإخوة في مصلحة الهجرة والجوازات برئاسة اللواء محمد الرملي على حرص استكمال ومتابعة إرسال النظام إلى البعثات الدبلوماسية بالخارج والداخل. ونوه العود إلى أن العمل يجري حاليا لإعداد ولإعادة الإصدار في كافة السفارات التي لديها مركز إصدار جوازات حتى يتم إعادة تشكيل مراكز إصدار الجوازات في العاصمة، حيث تم إعادة تشغيل مراكز إصدار الجوازات في العاصمة الأمريكية واشنطن ولندن وعمان وأبوظبي ودبي والرياض وجدة،
وخلال أيام قليلة سيعمل مركز الإصدار في كل من كوالالمبور والقاهرة، وخلال الفترة القادمة سيتم تشغيل مركز الإصدار بالقنصلية العامة لبلادنا في فرانكفورت بألمانيا، وكذلك في كل من سفارات بلادنا في البحرين والكويت وقطر. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري العمل في الأجهزة الجديدة لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بسيئون، وأشاد الكثير بجهود إدارة مصلحة الهجرة والجوازات وعملها المستمر في الفترة الماضية لتركيب الأجهزة الحديثة، مشيدا في ذات السياق بعمل الفرع طوال الأزمة الحالية في البلاد واستمراره في عملية صرف الجوازات للحالات الطارئة والمرضية والمتطلبة للسفر خارجا والطلاب وأصحاب المنح الدراسية. من جهته قال مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت عبد الماجد برك العامري إن الأجهزة الجديدة ستمكن فرع الهجرة والجوازات بسيئون من صرف الجواز للمواطنين دون العودة للمركز. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توفير المشتقات النفطية بصورة عاجلة ودائمة. اللواء 310 مسنودا بالتحالف العربي يحقق انتصارات كبيرة في نهم، وقرية واحدة تفصله عن أرحب. استشهاد 10 مدنيين في قصف صاروخي شنته الميليشيا الانقلابية على منازلهم في تعز. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.